لنا 7 شهور وبلشنا بالشهر الثامن، قاعدين من المدرسة ما شفنا بعيد، لا عرفنا عن بعيد. فقعدت المدرسة كتير صعبة، وأنا خصوصا معي مرض الكرون، وهذا المرض صعب إنه مناعي يعني. وقعدت مدرسة مع بعض، تحملت اللي مرق كل يوم عن يوم، هذا المرض بيتطور والدواء بينقطع كل شهور ليجي ليتأمن منه، وهذا أساسا سببه حرب تموز. لما كنا بتموز شد معي هذا الوجع، ومزمن مزمن كل العمر، بدي أخذ منه الأبر. لازم كفاها كفاها، طالت كتير هالقصة معنا، إنه مدرسة ومرض معي ما بيسوى هيك. عيش مع حياة مدرسة وعالم كتير وحمام إنه شركة وأشياء، هذا المرض مناعي اللي معي من ورا الحرب أساسا، من ورا حرب تموز. وهذا الأبر ما صعب يتأمنوا لي، صعب كتير صعب يتأمنوا لأنه غاليين، وما بتجيبوا بتأمنوا إلى الوزارة، وبينقطعوا شهور لتأمن للمريض الإبرة. فبقينا هيك بالمدرسة، صعب يتطور بعدين هذا المرض مزمن، وبيتطور بيتطور بهيك حياة، بيؤدي لكانسر بالمصراع.